اتكلم شو اتكلم بدري شو ما انت استسلمي تسلمي الله اللي بنقول اه حاجه يعني مثلا ما غمت انت بالله هذا ايش السلام عليكم اخويا انت تعودوا في الجمعيه شباب ثلاثة الرياضه والتقاحه جماعه الدويران اقليم جيشاوى اليوم حنا اسمكم كنتم كتجمعوا هذا الموسم انتم كجمعيه اي هضري على العمليه اللي كتب دور ديال الجمعيه انتما بهذا المنطقه اللي دور ديال الجمعيه ديال الشباب ديال الرياضه والثقافه والبيئه هي ان الجمعيه تكونت على اساس التنميه ديال هاد الدوار وعلى اساس التضامن محتوى العمل ديال الجمعيه و قلت لك في اطار الحملات التضامنيه اللي كاينه دابا في الاقاليم ديال الشيشاوى والحوزة كافه ديال الاخطار على الكوارث الطبيعيه الكوارث الطبيعيه على الاقاليم الجنوبيه في هذا اطار هذه الحملات اخرج جمعيه الرياضه والثقافه انها تنظم واحد الحملات تضامنيه وتجمع شي تبرعات ديال الملابس والأغطية والأفريشة المواد الغذائية المهم المواد اللازمة اللي واصلين دابا على الناس في هاد المناطق النائية اللي عندنا في القرب من الفلاج ديال الزنادة دوار عزيز اللي مسؤولين على جماعة الدويران حاولنا أننا نجمع عليهم شي يعني داكشي اللي قادين عليه حتى الساكنه بوحدها هي اللي دارت هذه المبادره يعني الساكنه اللي كيعطيو نجيبهم واللي كيعطيو داكشي باش نقسم عليهم والله كاين اللي جايب الكواش كاين اللي جايب الملابس كاين اللي جايب السكر كاين اللي جايب الزيت كاين اللي جايب حتى كل واحد على حسب داكشي علاش قد تيجيبو باش يعاونوا بهم الاخوان ديالهم في هذه المناطق النائيه اللي كما عرف الله راه ما عندهم لا حليم لا رحيم وهذه كارثه طرات فيهم بزاف تريب الطيور نظرا للطبيعه الجغرافيه ديال المنطقه والطريقه باش كيبنيو الناس في المناطق الجبليه كاين غير الطوب والحجر يعني راك عارف الطوب والحجر تيكون سهل انه يريب داكشي علاش طرات فيهم بزاف هذه الكارثه ورابوا الطيور حتى وكاينين موتى وكاينين جرحى وزاد وكاينين مسالك طرقيه واعره اللي انه خلاتنا نتعطلوا عليهم واحد شويه نظرا كنتسناو الطقار يكونوا موجودين ويكون يعني كلشي موجود باش نوصلوا لهم هذه المعونه وترى كنشوف الحمد لله راه غير السكينه هذه اللي دارت هذه المبادره وراه الحمد لله جمعنا حاجه كبيره جمعنا يعني تقريبا الحمد لله واش كما قلت لك غير من عند السكينه ديال الدوار هما اللي الناس حيت ما عندهم تما لا 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 الحوانت ما عندهم مناش يشريو اي حاجه الا خاصهم ياخذ زاد دابا الخبز ما عندهمش الخبز من الصباح كيعيطوا علينا كيقولوا لنا راه خصنا الخبز
دابا الخبز مفقود حتى في الدوار تقريبا جوج فران اللي كاينين هنا يعني عليهم الدرك بزاف بزاف. ودابا دوماندينا الخبز مع الصباح مع 8 الصباح دابا 12 هذه باقي ما جاش الخبز والناس اللي فوق دابا متضررين ما كاينش اللي يطلع لهم لا من سلطات لا من عمالة لا من اي واحد. شحال من دوار هنايا في الاقاليم تاع شيشاوا طلعوا عليهم مسؤولين سعادة العامل جاوا جات الاغاثه جات الدرك الملكي جات الصحافه الاعلام جا كل شيء ولكن هذه المنطقه عندنا ما جا لها حتى واحد مسؤول فيها حتى واحد. هذه المنطقه ديال عدوز في جامعه ادويريه قيم شيشاوا ما كاينش اللي يسول فيها ما كاينش اللي يطلع لهم ما جا لا داو لهم لا خيام الناس ربوا لهم الدواء ما كاينش فين يبعدوا تقول الطبيبات دابا في العاره والله العظيم تيفرشوا السماء تيفرشوا الارض تيحطوا بالسماء وما كاينش اللي يطلع لهم جماعه ولا مسؤولين تاع العماله ما كاينش عليهم ولا الصحافه ما كاين ما شفنا حتى شي روبورتاج من هذيك المنطقه. شفنا روبورتاجات ديال القنوات الرسميه وديال الاعلام الالكتروني وديال من جميع المناطق تاع يقين في شاور ولكن هذيك المنطقه باقي ما طلعش ليها شي اعلام وكنتمنى ان شاء الله تكونوا السباقين انتم تطلعوا على هذيك المنطقه باش تصوروا المعاناه ديال هذوك الناس وكنتمناو ان شاء الله تبارك وتعالى نكونوا في حسن الظن ديال هاد الناس يعني نكونوا وفرنا لهم ولو غير بعدا واحد يومين ثلاث ايام ديال المعيشه بين ما تلفتوا لهم المسؤولين لربما هادشي تنقول لا تلفوا لا شي يدي فاتح وتنتمناو كما قلت من المسؤولين انهم يديروا التلفات لهاد الدوار ويمشيو يطلعوا عليهم يديو لهم الخيام فين يفاتح حيت راه خيمه كويه في العراء ويحاولوا ما امكن يصيفطوا قوافل طبيه حيت الناس راهم ضرورين وكما قلت لك لومبيرونس في هاد المنطقه اصلا ما كاينش. إذا بغيتي لومبيونس راك عارف لومبيونس كيفاش خصك تخلص المازوت وخصك تخلص وتقلب عليه وتقلب على الشي فورما كيفاش ملي عطاو عليك هادشي هادشي في الحالات العادية هادشي في الحالات العادية خليه في الحالات بحال هادو يعني كيكون كاع داكشي ما كاينش كاع نهائيا ما الله أعلم واش ما فهمتش. المهم هادشي عندنا غير في هاد المنطقة كاين دابا مناطق عندنا هنايا في إقليم شيشاوة هاد خويا الدوار هذا اللي محصور دابا سميتو اللي سميتو دوار ادوز دوار ادوز دوار ادوز ادوز جماعة الديران يقريم شي شوا محسوب على جماعة الديران وكما قلت لك هاد الشيء راه جماعة غير الناس يعني المحسنين تعاونوا مع خوتهم في سبيل الله والله يجازي اي واحد عطاه من جيبو راه كاين الحمد لله اللي محيدها والله كاين اللي محتاجها دابا ومحيدها لراسو وعطاها الناس على اساس انه خوتنا حيت مثلا هاد المنطقة هذه ديال من نحضر هاد الدوار كله تقريبا نقول 95% انحدرات من الاصدر هذاك الدوار هادو غير الاحفاد ديال الناس اللي كانوا في الجبل فهمتي يعني الاحفاد ديالهم هما اللي كيتعاونوا معاهم ما كايناش شي حاجه خارجيه من هاد الدوار يعني جمعيات وطنيه ولا دوليه ولا اسميكم يسولوا ولا ما كاينش. وثاني حاجه المسؤولين ما كاينش اللي سول ما كاينش اللي ما كاينش الاغاثه كما قلنا ما كاينش الطب ما كاينش قوافل طبيه ما داوش الناس الخيام فين يباتوا وكما قلت لك المسائل تاع المونه الخبز الماكله ما كاينش بلان تما ما ياكل الا ما ديتيش اليوم دابا من هنايا راه ما عندهم منين يجيبوا شي حاجه تما يعني تقريبا راه كاينه مسافه الا بغاو ياكل في تقريبا راه ما يعديش 40 كيلومتر ولا ما عرفتش شي 50 كيلومتر الله اعلم تاع المسافه اللي كاينه بين وكلها كلها مسالك واعره كلها مسالك واعره كلها مسالك جبليه وتيكونوا انهيارات تيكونوا انهيارات تاع التربه وانزلاقات يعني بعض الخطرات الطرقه ما كتلقاش منين تدوز خصك حتى دير طريق راسك عاد باش تدوز هذا هو فين كاين المشكل. وكنتمناو من المسؤولين يشوفوا من حالنا ولو غير مره في حياتنا يشوفوا من هذا من حال تاع المنطقه وكنتمنى من الاعلام اعلام الله يرحم الوالدين هذه المنطقه راه مهمشه بزاف اعلاميا ما كاينش اللي تيجي اول يعني خرجه اعلاميه خرجنا بها في هذه المنطقه هي هذه ديال اول قناه يعني الكترونيه ولا رسميه جات عندنا هي القناه ديالكم كنتمنوا انكم ترجعوا عندنا مره اخرى حيت كاينين معاناه كثيره من غير هذا الكارثه مثلا تنقول هذه الكارثه عموميه ديال قدر الله حيت دابا كاينين هنا مسائل كثار باقي خصنا اللي ينجهم لنا في هذه المنطقه حيت المسؤولين ما داوهاش فينا كما تنقول كاين مسائل اللي كيتضر منهم المواطن كل عام المواطن يعني كاين شي كوارث طبيعيه كتضر منهم المواطن كل عام كاين كما تنقولوا الحقوق الطبيعيه ديال المواطن المشروعه ديال المواطن اللي خص الدوله تكفلها ليه يعني شلا حوايج كنتمناو ان شاء الله ملي تكون شي وقيت ان شاء الله تدوز هذا المرحله هذه ديال هذا سميتو ترجعوا عندنا نديروا معكم شي ريبورتاج ان شاء الله باش نديروا اطلاله على هذه المعاناه ديال الدوار كلها باش ان شاء الله
تكون عندكم واحد الدرايه في المنطقه باش لا ربما لا ربما يشوفوا فينا المسؤولين بعين الرحمه كما تنقولوا. وجزاكم الله منا كل خير، الله يحمي الوالدين ديجيتو طلعتوا علينا ووصلتوا الصوت ديالنا، وكنتمنى من الله تكون شي التفاته ان شاء الله من الدوله ولا من الجماعات المحليه لهذه المنطقه. هذه راه من قوه بزاف حتى هي، راه بحالها بحال شي شواب بحال جميع المناطق في المغرب، ما خصناش نقصيوها من هذا المسائل اللي دارت الدوله في هذه حاله الطوارئ اللي عطاتها كاع الدواوير المقرره. كنتمنى حتى حنا توصلنا واحد الالتفاته من الدوله حتى حنايا باش نحسوا باننا حتى حنا مواطنين، فهمتي، نحسوا باننا حتى حنا راه عايشين في هذه البلاد وتنستافدوا من شي حاجه من هذه الدوله. وجزاكم الله خيرا. شكرا شكرا، هذا واجب. وحنا كان واحد هنا غادي حنا نواكبوا معكم ان شاء الله. انا نخليك رقم الهاتف ونبقى معكم ديما على اتصال. كما قلت لك راه كاين بزاف ما يتقى ان شاء الله، كنتمنى غير تكون شي فرصه ان شاء الله باش نجلسوا ونديروا شي ريبورت ان شاء الله باش نوصلوا الكلمه عليهم. الله يحفظكم ويديكم. شكرا. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناه شو تي في، من مازال المواطنين الساكنه ديال هاد الدوار هذا مازال، وهاد الجمعيه مازالوا بخير، والمحسنين مازالوا بخير، كيف سمعتوا حتى الاذواق ديال المسجد، بس الناس المحسنين والمحسنين شكون هما الساكنه، راه كما قال الاخ حتى كاين السيد اللي محتاج، هو محتاج الخبزه وكما ياكلها كيعطيها لهذوك الناس اللي هما امس الحاجه اليها في هذا الوقت هذا. من هذا المنبر انا كنشكر الجمعيه وكنشكر الناس المحسنين وهاد الناس المواطنين هنا في هاد الدوار على هاد المجهود الكبير اللي كيقوموا به. هذه هي الروح المواطنه. حنا شفنا دراري صغار تهما زين هازين، كل واحد شنو هاز، داكشي اللي قسم الله، نساء رجال، الله اللي غادي يزاجي كل واحد. الحاج السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحاج انت من هذه المنطقه هكا؟ من هذه المنطقه نعم سيدي. انا من جماعه تويران. لكن وانا ساكن الاضافه والناس ساكنين في الجبل الفوق، والناس لا حاصلين. ساكنين في الجبل الفوق. هذه يومين ما كانش واحد يركب عليهم. ولا من القاي ولا من العامل ولا من جميع السلطات ديال المنطقه. جميع الدواور اللي كان في قلب الجيش كاع الناس مشاو عندهم مسؤوليين. والسيارات الاسعافات هاد الناس ما كان وصلهم. من 11 ديال النهار اللي السبت حتى اليوم راه ما كانش تنكب عليهم، كاين الناس اللي ميتين، كاين اللي مشاو من قبل الدار، الناس راه مضيعين تما تكرفسوا بزاف، وما كانش اللي ركب عليهم، ما كانش اللي يسول عليهم، ولا من المسؤولين جامعة، من العمل، من القائد، من الرئيس، من رئيس الجامعة، ما كانش اللي وصلهم هاد الناس، هاد الناس راه ضاعوا في المنطقة، ما كاين عندهم حتى شي حاجة. سير رسالة حاجة ما توصل للمسؤولين. بغيت نوصل هاد الرسالة نوصلها للسيد العامل. والسيد القايد والسيد الرئيس الجماعة تيدويران، يا الناس اللي مدورين هذه الجماعه مشى عندهم الرئيس الى الدوار باش نسى برناماني ما وصلهمش، برناماني كنشوفو غير في الانتخابات، الرئيس ديال البرنامج ديالنا حنا راه كنشوفو معاه في الانتخابات. اليوم راه ما كاين حتى واحد يركب على هاد الناس، الله ينصر سيدنا، راه عطاهم جلاله الملك البارح الامر باش يقوموا بالواجبات ديالهم. الله ينصرو ويطول في عمر، الله يشافي لك. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا سيدي. كيف سمعتوا معايا متابعي قناة شو تي في، كنتمنى غياب المسؤولين على هذه المنطقة هذه، بعض الأسباب، الناس المنتخبون تا هما حتى واحد ما طلع عليهم ولا سول فيهم، كيف قال السيد كيجوا غير الوقت ديال الانتخابات، عرفت كيف يدوروا الحملات ديالهم يدوروا. اليوم هاد الناس أمس الحاجة لهم باش يحضروا معاهم ويطلعوا عليهم، ولو غير توسيم غير تسول فيهم. لكن مع الأسف. أنا كنتم معايا متابعي قناة شو تي في، جمعية شباب زنادة للثقافة والرياضة والبيئة بمنطقة دويران إقليم شيشاوة. تحية كبيرة لهذا الشباب ولهذا الرجال والنساء ديال الاطفال ديال هذه المنطقه اللي تضامنوا كاملين يد وحده. هنا كتبين الروح المواطنه، هنا في كيلبان المغربي، كل واحد اسمه جاب، كل واحد اسمه الناس الحاجه، الناس اللي في الجبل دابا 40 كيلومتر في الجبل، ولكن المسالك واعره بزاف باش توصل ليها. الناس باقي الان دابا تحت الانقاض، الناس باقي ناعسين في الخلا، والو ما كاينش طرق، طرق مسالك واعره. إلى هنا متابعي قناة شو تي في، نشكركم وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.
كنا هنا من منطقة زنادة هنا جماعة دويران إقليم شيشاوة، تحية كبيرة لجمعية شباب زنادة على هذا المجهود الكبير اللي كيقوموا به، اللي كيتضامنوا ماشي غير في هذه الكارثة اللي وقعت، ولكن كيتضامنوا ديما ديما طول السنة ديما، لأن هذه المنطقة راه ما كاين لا لومبيلونس لا منتخب ولا والو، كيف قالوا الناس لا حول ولا قوة إلا بالله.